مرحبا بالأستاذ نازم، كيفك؟ إن شاء الله بخير. بدي أعرفك على أكلات الليبية. هاي بطاطا، اسمها بطاطا بالمفروم، مفروم اللحم وبالخضرة وبطاطا وبيض. والأكلة الثانية بدي أحكيك عليها اللي هو سميد. وبعمله سميد وبعمله طبيخة بالخضرة ولحم الدجاج أو لحم خروف، يعني سوسة. بس احنا اليوم عاملينه بلحم الدجاج. بمزح وانا بعرف، بس مثل أمي يعني. شو نفس الأكلة هي قسمة. وهذا كله عملته أنا كده. هذا اسمه مطبخ رحمة، مطبخ رحمة العالمي. شكرا. عادي هنا اللي عندك. واعطوني رأي بزرعني. انجليزي كثير منيح. ونروح كمان مشوار مع بعض. تصيروا لما احكي لكم جود مورنينج تردوا ان شاء الله بتجوز اللي بحبها. يا رب. علاء يا رب. ايش اوس؟ خلص صرخوا. زغروتي ليبية. يكون صعب اصحى هاي. شوف ايش صبحي زغروتة. لو نفس شوي كان عطيتها خلاص. يلا ايش ما تضيع يوم. على ومين يزن؟ يزن ما قطعنا الكيك وطعمينا بعض. يزن شوي هلا طعموا بعض. يلا يزن.